السبب صار بعد حرب 7 أكتوبر طبعا، واستهداف منزلي والصيدليات اللي كلت صيدليتين في غزة الشجاعية، المسافة بعيدة عشان يجلبوا الدواء، فخططوا إنه لازم أعمل صيدلية مقابل هذا المخيم. كيف بدي أعملها؟ الشيء المناسب إنه أعمل نظام على شكل خيمة، بشكل خيمة طبعا. وبديت كيف بدي أعمل الصيدلية، لقيت إنه هذا المخيم مناسب جدا، في عدد النازحين عشرات الآلاف من النازحين يقطنون في هذا المخيم، ما فيش حول صيدلية، بيعانوا من المأكل والمشرب، وصعب جدا في الفترة هذه بحكم أغلب المعابر مسكرة، أغلب الشركات مسكرة إلا القليل القليل من الشركات التي تعمل في الفترة الحالية. الأدوية اللي فيها مشاكل أكثر، أدوية حاسة يعني مطلوبة حاليا أدوية السرطانات، أدوية الغدد، أدوية الضغط. إحنا بنعاني في الصيدلية هنا في الخيمة الصيدلانية الميدانية، انه بحكم فيش كهرباء، فيش ثلاجه، بعض الاصناف بلا ثلاجات، كله بضل ساعات متاخره فيها وببات فيها، حتى لما بلزم لاقيهم دواء حاجه بدقوا علي في الليل وبنقدم خدمات للمرضى. المريض مثلا مش قادر يطلع من الخيمه كذا، بروح له على خيمته وبقدم له الخدمات الطبيه. يعني الحياه لا تشبه الحياه الادميه. مخيمات بشكل عام في غزه